السلام عليكم ورحمة الله. أنا أخوكم عمرو سيد ودي قناتكم قناة المرشد الزراعي. النهاردة إن شاء الله احنا مستمرين في سلسلة فيديوهات ازرع عدو. في الفيديوهات دي إن شاء الله نتكلم عن التسميد العدوي فقط والنتائج بتاعته في الأشجار، ودي إن شاء الله الحلقة دي خاصة بشجر رمان. هنعرض أكتر من نموذج شجرة وهنشوف احنا والمتابعين مع بعض على الهوا، هنشوف ايه الفرق. ان في شجرة مثلا ممكن انا اكون زي اكترية المزارع، بتبقى الشجر اللي في بداية خراطيم التنقيط او الاتش ار، بتبتدي الشجر ده بياخد غذاء اكتر في التسميد الكيماوي. فاللي بيجي يصور بالذات مثلا لو حد عايز يصور عشان ينزل منتج او عشان يعمل دعاية لنوع مبيد جديد او مغذي، بيبتدي ياخد بداية المزرعة ويصور عليها. انا النهاردة ان شاء الله هنعرض نموذج، مش عايزين نطول في الفيديو، احنا ممكن نعرض لحد 10 شجرات، بس احنا ان شاء الله نحاول نختصر عشان الفيديو ما يطولش. دي شجرة رمان زي ما حضراتكم شايفينها، تسميد عدو فقط في مرحلة التزهير، مرحلة العقد. هيبقى عليها ان شاء الله اكتر من جيل. الميزة في السماد العدوي ان انت لما بتستخدمه ما بتستخدمش سماد كيماوي، ان انت مش هتضطر ان انت تقلم كتير. الشجرة قدامكم اهي، انا ما قلمتش فيها يعتبر من السنة اللي فاتت. عمرها كام؟ عمرها حوالي 2.5 سنين. انا جبتها اول 5 6 شهور طبعا ما انتجتش فيهم عشان كان الموسم بتاعهم. زي ما قلنا ان الشجرة دي عمرها دلوقتي 2.5 سنين. ابتدت السنة اللي فاتت في الانتاج معانا، اللي هي كان عمرها في السنة دي كان 1.5 سنة او 1.6 سنة، ابتدت انتاج كان ما شاء الله، وبتحافظ على انتاجها كل سنة. ليه؟ لان انت التسميد العدوي بيستمر في التربة وبيبتدي يربي انواع من الديدان، اللي هي الديدان الصالحة للزراعة، اللي هي الديدان العدوية، سواء الدود الاحمر او الزاحف الافريقي العملاق. فالشجرة ما شاء الله عليها اكتر من جيل. من تحت نفس الموضوع، الشجرة محملة. وكمان احنا دلوقتي محملين على الشجر بصل، ده ما شاء الله بصل بنحمل على الاشجار، مش على اشجار الرمان بس، لا على جميع الاشجار عندنا. كنا محملين توم، بس التوم طبعا تم الحصاد. ايه انواع التسميد اللي احنا نبتدي نسمد بيه؟ احنا في الفترة دي ما اكترية التسميد اللي لازم نستخدمه هيبقى سماد اغنام، لان السماد بتاع الحمام او زبل الحمام هيبقى شديد شوية عشان احنا الصيف والتقلبات بتاع الحرارة السنة دي هتبقى شديدة، زي ما احنا شفنا كام موجة حرارة جت فأثرت معانا. كان عندنا الزيتون اتأثر شوية بالموجات دي، فنبتدي التسميد. تسميد عادي، احنا عاملين لها جورة للشجرة وحاطين تحت جنب الجذع الرئيسي بتاع الشجرة نظام كم الطينة عشان المية ما تجيش على الجذع الأساسي. فلما اجي اسمد عادي، طبعا السماد الموجود عليها ده سماد بط. سماد البط الميزة فيه عن جميع الأسمدة العضوية ان هو بيبقى عالي الفوسفور، فاحنا لازم في فترة التزهير ان احنا بنعلي الفوسفور عشان نقدر نحصل على زهر كثيف زي ما شاء الله ظاهر قدامنا في الفيديو. فدلوقتي هنسمدها بسماد اغنام عادي وحاجات بسيطة من السماد بتاع الحمام اللي هو زبل الحمام. فان شاء الله دي كانت اول نموذج، هنتابع في الفيديو كذا نموذج عشان نثبت ان الزراعة العضوية ما بتبقاش شجرة وشجرة، طالما الشجر كله نفس التغذية ان شاء الله يبقى كله نتيجة واحدة. النموذج الثاني معانا الشجرة ما شاء الله نفس العمر، الشجر ده مزروع مع بعض طبعا، طلعوا السنة اللي فاتت زي ما قلنا كان عمرهم حوالي 1.5 سنة، المفروض السنة دي 2.5 سنين. ما شاء الله يبقى فيه كذا جيل او كذا عمر على الشجرة. دلوقتي مثلا ده الجيل الاول، الجيل الاول اللي هو المفروض ان هو خلاص
عمل مرحلة العقد خلاص، ويبتدي بقى في التحجيم من صغره والتلوين. وفي الجيل الثاني اللي هو هيبقى الورد الصغير ده بيبقى النظام ان ده مثلا هنقدر نقول العضو الانثوي في الشجرة او الثمرة الانثى، فبيتم تلقيح من الثمر الذكر اللي هو بيبقى زي الوردة. فلو لاحظنا ان احنا على الارض هتلاقي كل اللي واقع ده مش عيب في الشجرة، او مثلا عطشنا الشجرة ورجعنا اديناها مية، لا ده كده اللي هو كان المفروض الثمار الذكر، فده ما بيكملش، ده بيتم التلقيح وبيقع. فده مثلا هيك ثمرتين انثويين او اتنين مثلا نطي وثمرة ذكر، عادي ممكن تلاقي دلوقتي دي تلاتة وتلاتة. فمش شرط ان هم يبقى كلهم واحد، يعني مش شرط ان احنا مثلا نلاقي ان واحد وتلاتة، لا اتنين واتنين، هتلاقي هنا مفيش ثمرة ذكر. فبيتم تلقيح الشجرة بتبقى كلها ببعضها. الشجرة ما شاء الله، يعني الشجرة ابتدت الافرع بتاعتها تميل وهي لسه ما شاء الله الانتاج ما ابتداش اصلا، الانتاج ما ابتداش وما شاء الله عليها. وهنسمدها مع بعض دلوقتي بنفس السماد اللي استخدمناه في الشجر اللي فات. واحنا طبعا زي ما قلنا في بداية ما عارفين موسم الازهار، دي طبعا سرطانات لازم تتشال عشان دي تسحب الغذاء بتاع الشجرة وملهاش اي فايدة في الاسمار. السماد بتاع البط اللي هو بيبقى عالي الفوسفور عن جميع الأسمدة العضوية، السماد ده احنا سمدنا بيه في نهاية الشتاء عشان نبتدي نحصل على الأزهار اللي احنا شايفينها. هنسمد أغنام زي التسميد اللي استخدمناه هناك، وعاملين الجورة وكل حاجة، محملين عليه، محملين بصل. يعني احنا بنستفاد بالمية اللي كده كده المية داخله للشجره، فبنستخدم لها ان احنا نزرع، فنستفاد من كل حاجه. دي طبعا ده اول مره الحاله دي ان انا اشوفها في الارض. ده عباره عن جدر او الجذور بتاع الشجره، الجدر طالع من على الارض، طلع نظام شجره صغيره اهي. فاول مره اشوف حاجه زي دي، فشرط ان احنا نحاول نتخلص منها. هنسمد زبل حمام او سماد الحمام. دي كان النموذج الثاني، هندخل ان شاء الله دلوقتي على النموذج الثالث. النموذج الثالث وان شاء الله نحاول يبقى النموذج ده الاخير، او في شجره جنبها كانت عمرها صغير، شجرة معمولة ترقيد هوائي، فممكن نخليها اخر حاجة، يبقى الشجرتين جنب بعض عشان الوقت برضو بتاع المتابعين. ولو حد ان شاء الله عنده اي استفسار كلمنا، وان شاء الله في الكومنتات يكلمنا ونحاول نجاوب عليه ونشوف حل المشكلة بتاعته بإذن الله. الشجرة ما شاء الله انتاجها كل اللي واقع طبعا على الارض دي، زي ما اتفقنا ان الورد ده اللي هو خاص بالتلقيح، فقلل الاجيال عندنا. الشجره بيبقى الميزه في العدوى عليها كذا جيل، فانا ان انا ده ما شاء الله ده حاجه اكبر من الحجم شويه اللي احنا شفناه التاني، فبيبقى عليها كذا جيل. فاحنا ان شاء الله التسميد طبعا بتاعها، دي الجوره اللي احنا عاملينها باينه هنا اكتر من الشجر التاني، لان ده مش متحمل عليه بصل، ده كان تحميل التوم، والتوم اتشال واتنضف طبعا لو في اي حشاش او اي حاجة. فهنيجي للتسميد، هنقول ان احنا برضو سمدنا سماد اللي هو بتاع البط اللي هو بيبقى عالي فسفور عشان فترة التزهير، ما شاء الله نقدر نحصل على تزهير غزير زي كده. هنبتدي نسمد معانا البداية التسميد بتاع الاغنام، بنيجي على الجرة اللي احنا لفينا حوالين الشجرة،
ونسمت حاجات بسيطة عشان احنا في الصيف، بس ما ينفعش نهمل الشجرة عشان المخزون بتاع الشجرة ما يضيعش في عقد الثمار، ويجي الثمار يقع منها، او يجي ان احنا السنة اللي جاية نلاقي الشجرة مش قادرة مثلا تطلع او تستمر على الانتاج. زبل الحمام نفس الكلام، زي ما قلنا عشان ما نطولش عليكم، دي شجرة اصغر منهم، عمرها سنة وسنة وشهرين مثلا بالكتير، ما شاء الله برضو الشجرة فيها كذا جيل، فيها ثمار، فيها طبعا الحاجات اللي لسه تقعد صغيرة، معمول لها الجورة اللي احنا اتفقنا عليها، المية تبقى في الجزء ده ري غمر. الشجرة دي صغيرة، كان معمول لها ترقيد هوائي، وما شاء الله دلوقتي على انتاجها زي ما قلنا سماد بتاع البط عالي فوسفور، زي ما قلنا في كل الفيديوهات او في سلسلة الفيديو كلها ان احنا بنتكلم عن الرمان، نفس الموضوع عاملينه لكافة الشجر، عشان كده ما شاء الله هتلاقي الانتاج كله ثابت في الشجر، ما شاء الله انتاج جميل، وبإذن الله ازرع وجرب وشوف النتيجة بنفسك، ولو في اي استفسار يبقى كلمنا وهنرد عليك في اقرب وقت، زي اللي عملناه في الشجر الباقي كله هنعمله هنا. ونيجي على التسميد زبل الحمام، وكده ان شاء الله نبقى جبنا نماذج قليلة، مرناش نجيب نماذج كتيرة، ما شاء الله كل النماذج واحد، فما عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل جامد على المتابعين واخواننا المشاهدين، وان شاء الله يعجبكم الفيديو ده، واتمنى منكم تعجبونا بلايك وسبسكرايب وتعمل مشاركة للفيديو لو عجبك الفيديو، وتخلي اصحابك يستفادوا منه لو انت حسيت انك استفدت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.